بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا طلاب الصف الرابع مدارس العبير الأهلية المرحلة العليا. إن شاء الله هندرس الدرس الثاني في الفصل السادس يا شباب، وهو بيتكلم عن تغيرات المادة. أخذنا في الدرس الأول تمام اللي هي قياس المادة تمام وتغيرات قياس المادة تمام. أي مادة قلنا نقدر نقيسها، حتى الهواء نقدر نقيسه تمام. الدرس الثاني بيتكلم ازاي اي مادة عندي نقدر نغيرها، اي مادة تتخيلها سواء اي شيء موجود ليه تغير. طيب تعالى ناخد الاول يا شباب عن التغيرات. اول شيء عندي هناخد نوعين من التغيرات. اول نوع عشان تركز معي بالتغيرات عشان نكون في الصورة كده وذهنك حاضر معي، التغيرات نوعين. اول نوع من عندي وهو التغير الفيزيائي او التغيرات الفيزيائيه. يعني تغيرات فيزيائيه يا استاذ، عندي نوعين في الاول، تغيرات فيزيائيه وتغيرات كيميائيه، ولكن في الاول هناخد التغيرات الفيزيائيه. لازم نعرف يعني ايه تغير فيزيائي. التغير الفيزيائي هو تغير لا ينتج عنه ماده جديده ويبقى على الماده الاصليه. يعني الماده عندي ما تتغير، يعني ما تجيب ماده جديده، الماده كما هي كما هي، ولكن يتغير عندي ايه شكلها حجمها كده. هذا شيء يسمى مين؟ تغير فيزيائي. زي مين؟ ثاني الورقة. أنا لو جبت ورقة أستاذ وثنيت الورقة، يعني ثنيت الورقة يعني طبقت الورقة كده، عفقت الورقة بمعنى أصح. طب ثاني الورقة هذه، هل لما أنا ثنيت الورقة أو طبقت الورقة هل مادة الورقة تغيرت؟ لا، لم تتغير، ولكن تغير حجمها أو شكلها تمام. يبقى ديت مين؟ تغير فيزيائي، لأن المادة كما هي. طيب مثل مثلا تجمد الماء، تجمد الماء، الماء لما تكون سائلة ونحطها في الفريزر صارت مثلا ثلج. هل الثلج ما هو ماء؟ ماء، ولكن هذا كان الماء سائل صار ايه؟ صلب. يبقى التجمد مع حالات فيزيائية. ان صار الثلج العكس صحيح، الثلج هو ماء ولا ما هو ماء؟ لا ماء، ولكن هو في الحالة الصلبة. اما نسيبه ده صاير يصير في الحالة مين؟ السائلة. اذا انصهار الثلج من مين؟ التغيرات الفيزيائية. ذوبان السكر في الماء، يعني لو جبت سكر حطيته في الماء وذوبته، هل كده السكر تغير؟ لا، لم يتغير، هو نفسه سكر، بدليل لو انا شربت الميه من الاقيها مسكره، يعني فيها طعم السكر، ولكن السكر بدل ما كان مكعب صلب صار زي فين؟ في الماء. هذه كلها امثله يا شباب على التغيرات الفيزيائيه. يبقى التغير الفيزيائي تحط في مخك كده اي تغير فيزيائي لو ما جاب ماده جديده، يعني لم ينتج ماده جديده، فهذا تغير مين؟ فيزيائي. تعال بقى يا شباب ناخذ امثله على التغير الفيزيائي. زي مين؟ تصاعد بخار الماء من ابريق الشاي مثلا. هذا الماء لما تغلي لو صار عندي البخار زي ما انت شايف كده، البخار الماء هو نفس الماء اللي ايه السائلة، ولكن هذا في الحالة مين؟ الحالة الغازية. يبقى اذا هذا تغير مين؟ فيزيائي. التغيرات الفيزيائية من حولنا، يعني اشياء طبيعية في البيئة اللي احنا عايشين فيها، زي الرصيف. الرصيف ده مع الماشي مع الوقت مع الاشياء مع الجبال لما ينزل عليها مطر وهذه الاشياء بتتحول الى فتلات صغيرة، هو والله نفس الرصيف المشاة، ولكن بدل ما كان كتلة ومادة صلبة متماسكة صار متفتت. يبقى تحدث التغيرات الفيزيائية حولنا في الأوقات جميعها. فعلى سبيل المثال يتكون رصيف المشاة في مدينتنا مثلا من مادة الأسمنت الصلبة، ولكن مع مرور الوقت فإنها تتشقق وتنفصل قطع صغيرة تعملها الرياح والأمطار وتنقلها بعيدة، إلا أن ذلك لا يغير من صفة مادة الأسمنت نفسها. يعني هي نفس مادة الأسمنت، ولكن بدل ما كانت كتلة متماسكة صارت في فتات صغيرة. فإنما يطرأ عليه هذا يسمى من التغيرات الفيزيائية. زي ما شايفين في الصورة كده يا شباب، المياه لما تنزل، المياه لما تنزل على المطر وتساقط عليه فتفتت الصخور، هي تصير صخور صغيرة نفس الصخور الكبيرة، ولكن إيه؟ هذا تغير من الفيزيائي. ناخد بقى دلائل التغيرات الفيزيائية. إزاي نعرف اللي هذا تغير فيزيائي عندي؟ ممتاز. أول شيء عندي يمكن أن نستدل عليها من تغيرات في حجم المادة، الحجم ذات نفسه بدل ما كان كبير صار صغير زي الثاني الورق، أو الشكل لو أنا مسكت الورقة وقطعتها تمام شكلها تغير، أو ملمسها بدل ما كانت ناعمة مثلا أو خشنة صارت الملمس حقها ناعم، فهذه يعتبر حالاتها. يعني حالاتها حالات المادة، لها الحالة الصلبة إلى السائلة والغازية إلى مثلا سائلة، هذه تغيرت المادة الثلاثة إلى الحالة الصلبة والسائلة والغازية، تغيراتهم من واحدة إلى الثانية هذه يعتبر من تغيرات فيزيائية. كده عرفنا يا شباب التغيرات الفيزيائية تمام. تعال ناخد الحالات المادة. المادة لها ثلاث حالات زي ما قلنا، الحالة الصلبة والحالة السيولية أو السائلة يعني، والحالة الغازية أو الغاز. هذه المواد توجد في أكثر من حالة، يعني الماء يوجد في الحالة الثلاثة، سواء ممكن يكون سائل زي اللي بنحنا نشربه في القوارير، أو صلب مثل الثلج، أو غاز مثل بخار الماء اللي بيتصاعد بمين الحرارة. هذه مين؟ تغيرات حالات المادة. هذه تغيرات المادة تعد تغيرات فيزيائية.
نيجي بقى يا شباب التسخين، هناخد حالات المادة. لو عندي شيء صلب وسخنته، لو شيء صلب مثلا زي الثلج وعطيته تسخين، ماذا يحدث له؟ يذوب، ينصهر. طيب لما ينصهر هذا يسمى عملية مين؟ تحول الحالة الصلبة تحولت إلى سائلة. يعني الصورة عندي مثلا هذا الثلج حالة صلبة، لما تعرضه للشمس يصير سائل مثل هذه. هذه نفسه يعني ثلج ومي، هما الاثنين نفس الشيء. طيب لما الثلج يذوب أو الحالة الصلبة تتحول إلى سائلة يسمى عملية انصهار. يبقى تسخين المادة الصلبة تكسب دقائق المادة الطاقة الحرارية وتتحرك بسرعة كبيرة، فذلك يكسب المادة الصلبة طاقة حرارية كافة فتتحول الحالة السائلة، تمام، ويسمى التحول هذا حالة مين؟ انصهار. حالة مين؟ انصهار. يبقى الصلبة لما تتحول إلى سائل يسمى معاملة مين؟ انصهار. يبقى أنا تعرف الحين إن الانصهار هو تحويل الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. ولو سخنت أكثر الحالة السائلة، تمام، وبالسخانات تستخين، فإن السائل يغلي ويتحول إلى حالة مين؟ الغازية، زي الماء لما تكون في أبريق الشاي ويتصاعد عندي يا شباب، فبالبخار الماء هو نفس الماء ولكن يصير إلى الحالة الغازية ونقول عليه إيه؟ تبخر. يبقى دي تحول مين؟ الحالة السائلة. يبقى الغليان مثلا هو تحويل الحالة السائلة للحالة الغازية، وفي الحالة دي بنسميه مين؟ التبخر. عرفنا الانصهار، الانصهار هو تحويل الحالة الصلبة إلى السائلة. أما الغليان أو التبخر هو تحويل السائل إلى حالة مين؟ الغازية، تمام؟ اللي هو التبخر يا شباب هو تحويل البطيء للمادة الحالة السائلة إلى الحالة مين؟ الغازية، مثل مين؟ تبخر مياه الأنهار والبحار والمحيطات عند تعرضها لأشعة الشمس. تعال ناخد العكس، لو عندي شيء سائل وتحول إلى صلب، يعني الماء مثلا لو حطيناه في الثلاجة أو في الفريزر تصير ثلج، نقول عليه إيه؟ حصل عملية تجمد. حصل عليها عملية مين؟ التجمد. يعني تجمد يعني الحالات السائلة تحولت إلى الحالة مين؟ الصلبة. طيب لو عندي شيء غاز بخار ويتصاعد إلى فوق، تمام، ويتحول إلى سائل، مثلا تبخر لميات الأبحار والبحار والأنهار وتطلع تتكون سحاب، وبعد شوية شباب نلاقيها ما شاء الله نزل عند المطر. طب المطر جاي منين؟ جاي من السحاب. طب السحاب هذا صلبة ولا سائلة ولا غازية؟ لا، حالة غازية. يبقى في الحالة دي بنسموها حالة مين؟ التكثف. يبقى التكثف هو تتحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة، تحول الحالة الغازية إلى السائلة. يبقى الحين يا شباب الانصهار هو تحويل الحالة الصلبة للسائلة. طب لو سائل تحول إلى صلب، يعني شيء سائل تحول صلب، يبقى تجمد. طب لو سائل تحول إلى غاز تبخر، يبقى تحويل إيه؟ إلى بخار. طب البخار هذا لو تحول، أو الحالة الغازية لو تحول إلى سائل، يبقى عملية مين؟ التبرد، أو بنسميها عملية مين؟ التكثف، وتحويل الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. كده أخذنا شباب حالات المادة الثلاثة وتغيراتها داخل بعض. تعال ناخد النوع الثاني من التغيرات. إحنا كده عرفنا التغيرات الفيزيائية وعرفنا أمثلة عليها والدلائل عليها وحالات المادة وتغيرات حالات المادة. النوع الثاني من التغيرات والتغيرات الكيميائية. تعالى أربعة شباب، إيه التغير الكيميائي؟ قبل ما ناخد التغير الكيميائي أنا أعطيك مثال. الصدأ زي ما أنت شايف عندي هذه الشيء الحديد المصدي. يعني الصدأ يا أستاذ؟ يعني حديد ولكن بعد شوي في الهواء كده، أستاذ لو تركناه في الهواء يصير مادة صفراء أو بني غامق كده. طب هذا وش؟ هذا هو الصدأ. طب ماذا، من أين يأتي هذا الصدأ؟ يأتي من تفاعل الحديد اللي هو المادة هذا مثلا مع الأكسجين الموجود في الهواء. يعني الهواء زي ما قلنا عارفين ان الهواء موجود فيه اكسجين، فالصدأ تفاعل كيميائي ينتج عنه تغير الحديد مع الاكسجين الموجود في الهواء. اذا ازاي نعرف ان ده تغير كيميائي؟ لانه انتج ماده جديده. يبقى انتج ماده جديده، هذا يعتبر مين؟ تغير كيميائي. انا تقول الصدأ تغير كيميائي ليه؟ لان الحديد مختلف عن الصدأ والاكسجين مختلف عن الصدأ. اذا الصدأ ماده جديده، ولا هي زي الحديد ولا زي مين؟ الأكسجين. إذا جاب لي مادة جديدة، أنتج مادة جديدة، يبقى إنتاج المادة الجديدة هذا يسمى مين يا شباب؟ تغير كيميائي. يبقى الفرق بين الفيزياء والكيميائي أن الفيزياء لا ينتج مادة جديدة، أما الكيميائي ينتج مادة جديدة. يصاب هذه التغيرات الكيميائية عادة امتصاص للطاقة، تمام، أو إنتاج لها على صورة حرارة أو ضوء أو كهرباء أو صوت. هذه يصاحب مين؟ التغيرات الكيميائية. زي مثلا عند الألعاب النارية ينتج عليها بناء طاقة كبيرة جدا تورنير السماء، هذا يعتبر تغير مين؟ كيميائي، لأن البارود أو المادة اللي فيها الألعاب النارية مختلفة عن النار اللي احنا بنشوفها أو التفرقعات اللي احنا بنشوفها فين؟ في الجو. طيب أمثلة على تغيرات الكيمياء، أعطيني مثال أستاذ زي ما أعطيتني هناك مثل ثاني الورق وتقطيع الورق وتقطيع الحطب على التغيرات الفيزيائية، نبي نعرف أمثلة على تغيرات الكيمياء. خدنا مثال اللي هو مين؟ الصدأ، تمام؟ أو عملية الطبخ زي ما أنت شايف هذا الطبيخ هذا يا شباب، يعني مثلا بطاطس وطماطم وبصل وهذه الأشياء. الطبيخ لما يتكون في الآخر هذه يبقى مثلا زي البطاطس في الأول؟ لا، مختلف.
مس الطماطم لا، انا اتغير اتكلم عن تغير كيميائي الدلاله عليها شباب، زي ما قلنا الطبخ كده ده بيعتبر مين تغير كيميائي، لانه مختلف عن المواد الاصليه اللي داخله فيه، انتج ماده جديده. طب مثلا لو احنا مثلا استاذ تحضير الطعام الطبخ زي ما قلنا كده بيتفاعل، مثلا لو حطينا خل على الخبز عشان نسوي بيه مثلا الكيك، تمام، هل الخل لما يجي في الخبز ونحطه في الفرن ويسوي الكيك هذا يعتبر تغير كيميائي ولا فيزيائي؟ لا كيميائي طبعا، لان الكيك مختلف عن الخل، الكيك مختلف عن العجين او المسحوق الدقيق في الاول، يبقى ده تغيرات مين فيزيائيه. طب نبي نعرف الدلائل على حدوث التغيرات الكيميائيه، يعني نبي اشياء اول ما نشوفها كده يا استاذ نعرف ان هذا حصل فين تغير كيميائي، زي ما عرفنا مين الاشياء التغيرات الفيزيائيه. زي مثلا عندي يعتبر تغير اللون من الدلائل التي يسهل ملاحظتها، زي صدى الحديد، لان الحديد لما يصدي تغير لونه، او مثلا الفضه، الفردة بتكون بتلمع يفقد لمعانها، هذا تغير مين على اللون. طيب أمثلة على التغيرات المصاحبة للحرارة، زي مثلا عندي هذه لو جبنا وردة حديد وحطينا عليها كبريت، تمام، وعملنا فيها مسحوق الكبريت اللي أصفر، وتم تسخين هذا القطب إلى درجة القضيب الحديد هذه إلى درجة الغليان، وحطنا هذا سوف ينبعث منه ضوء، هذا الضوء أو الإنارة تدل على مين التغيرات الكيميائية. كده يا شباب أخذنا تغيرات حالات المادة وقلنا هي نوعين، التغيرات الفيزيائية والتغيرات الكيميائية، وكده انتهينا من الدرس الثاني في الفصل السادس وبعنوان تغيرات حالات المادة، وإن شاء الله بإذن الله في عرض الدرس الجديد إن شاء الله، وطبتم وطاب ممشاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.